الدرجة بتاعنا وهننزل خيمة في الأرض. أنا بقول لك يعني صور يا زلمة خليهم ما يعيدوش تاني. هم بيكلموا الشرطة مش عايز يعبر، بيقول له لا أنا مش هاجي لك أكلمها. هم عندهم أوامر إن هي تضل يا عمي، هي عندهم أوامر. هي طب وهي تضل وبعدين يعني ولازم كل دول كل السيفيل يطلعوا بره، السيفيل كله يطلع بره. سيفيل كله يطلع بره، ده منزار ما يروش دعوه بالسيفيل، كله يطلع بره. انا صاحب الافعال يا حبايب. ايوه اسال، روح اسال بتاع مين؟ اسال السلطان تبع مين؟ اسال السلطان تبع مين؟ مصر؟ ها؟ مين؟ ابونا ابونا هنزل لك الخيمه، لو ما نزلتش ده هوقعك الخيمه في الارض، مش هخليك تعين. ماشي ماشي براحتك، خليك خلاص. سيبني يا سيبني يا شباب، مش يرجع في شنين هتشوف لك ايش. بس قول لهم يا ابونا انا من الصبح انا بناقش فيهم، سيب لي اياهم بس. معلش بس سيب لي اياهم شويه، معلش عشان 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 بس سيب لي اياهم شويه احكي معاهم. الجماعه معانا، الجماعه معانا مش علينا، الجماعه معانا. طيب اسمع شويه، مفيش مشكله، بس بكره مره خذ الجماعه تبعتك واقعدوا برا يا زلمه قبل ما يجي المطران. هو اسمع قبل ما يجي المطران، اجى المطران وحكينا استنى ونزل المعلم، حلينا المشكله. بدك اسرع جماعه اطلعهم، بدك اطلع طلب مني على راسي، بدك اطلع الجماعه. ماشي بدك اطلع الجماعه، يطلعوا الشباب دول، يطلعوا الشباب دول، الشباب دول يطلعوا.